نعرف أكثر أين كنا وكيف أصبحنا مع ثورة 30 يونيو، خاصة فيما يخص الثقافة والهوية المصرية، مع الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، صباح الخير على حضرتك، كل سنة حضرتك طيب. صباح الخير يا أستاذ سارة، صباح الخير يا أستاذ باسم، كل سنة وحضرتك بخير، وكل سنة ومصر كلها بخير وطيبة. وحضرتك بخير يا أستاذ جميل. أستاذ جميل، يمكن الجماعة الإرهابية كانت بتحاول يعني فترة حكمها لمصر أن هي توقد الفن المصري والثقافة المصرية، وجت ثورة 30 يونيو وطبعا يعني بوظت كل هذه المخططات، حضرتك شايف ده إزاي؟ هو طبعا جت الجماعة الإرهابية لما وصلت الحكم هي حاولت تغير من الشعب المصري ككله، أهم نقطة كانت بتحاول تغيرها الهوية المصرية والثقافة المصرية عند المواطنين بشكل كبير. يعني شفنا من خلال القنوات الفضائية كانت خاصة بيهم، واللي هي كان بتهاجم الدولة المصرية، بيهاجم الفن، بيهاجم كل ما هو جديد. أيضا المحاولة لطمس الهوية المصرية، محاولة لتغيير الهوية على حساب أفكار وعلى حساب جماعات أخرى وعلى حساب مؤامرات على الدولة المصرية والشعب المصري بشكل واضح وبشكل. وكمان يا أستاذ جميل، كان تخطيط معلن، يعني ما كانش في الخفاء، كان في إعلان بده. هو طبعا كان معلن من اليوم الأول، كان معلن ومن يوم ما وصلت الجماعة الإرهابية للحكم ومن قبلها أيضا كان معلن هم هيعملوا إيه، وكان معلن مخططاتهم إيه كلها وأهدافهم إيه كلها. لكن الشعب المصري وقف وقفة قوية جدا يوم 30 يونيو، ده يوم طارق في تاريخ الدولة المصرية طبعا. يوم بيؤكد ان الشعب المصري مش ممكن يسمح لاي جماعه او اي عدوان على الدوله المصريه ان هو يحاول ان هو يغير من هويته، يحاول ان هو يهدد الدوله المصريه. الشعب المصري كله نزل في هذا اليوم رغم التهديدات الكثيره اللي كانت بيوجهونا بيها في من على منصه رابع، كانوا بياكدوا بيقولوا ان في الدماء هتسيل وهيحصل تفجيرات، لكن الشعب كله نزل والشعب كله وقف أمام هذه الجماعة الإرهابية، وقدر أنه هو يعيد الدولة مرة أخرى إلى ما كانت عليه، يعيد الهوية، يحافظ على هويته بشكل واضح، يحافظ على سماحة الشعب المصري، لأن كان الهدف من الجماعة أيضا الإرهابية خلق الفتنة داخل الدولة المصرية، خلق الفتنة داخل الدولة المصرية بين الأشقاء المسلمين والمسيحيين، بين التيارات المختلفة، بين كل حاجة كانت بتسعى هذه الجماعة إلى بثها في الشعب المصري من أجل المزيد من الصراع داخل الدولة، مزيد من الخلافات، ده حتى بين الأزهر، يعني الأزهر وبينهم وبين الأزهر، بينهم وبين كل طوائف الشعب، أو بين كل اللي هيحمي الدولة المصرية من عملية تغيير الهوية أو من عملية إخوانة الدولة زي ما هم بيفكروا. ده بجانب الفكر الإرهابي اللي ابتدى يدخل، اللي كانوا بيسعوا ان هم يدخلوه داخل الدولة من خلال طبعا الخطابات بتاعتهم، من خلال اللقاءات بتاعتهم، كل دي كان الهدف منها ادخال الفكر الإرهابي. بالعكس، ده مش ادخال الفكر الإرهابي بس، ده ادخال الإرهابيين جوه الدولة المصرية وفتح أبواب السجون وإخراج أخطر الإرهابيين من السجون وإرسالهم إلى سيناء لمواجهة طبعا الشعب ومواجهة أيضا الجيش المصري، لكن وتحويلهم إلى ضيوف شرف. أستاذ جميل، إذا سمحت لي، في المناسبات الوطنية المختلفة، وكانت يعني مشهد صعب جدا على قلوب كل المصريين، عشان كده كان فكرة النزول والرفض أن احنا نستمر في هذا المشهد العبثي كان أمر مهم جدا. احنا مش ناسين أبدا التقسيمات اللي كانت موجودة ساعتها ما بين، يعني كنا فعلا مقسمين بشكل كبير، التسميات حتى كانت حزب كنبة، علمانيين، يساريين، متأسلمين، طيارات إسلامية مختلفة، مسلمين، مسيحيين، إخوان، مش إخوان لكن بيحترموهم. كان في تقسيمات كده غريبة وجديدة علينا، وبعد 30 يونيو رجعنا تاني
في نظر الدولة وفي نظر أنفسنا كلنا مصريين فقط لغير ما عدا طبعا الجماعة الإرهابية. إزاي الثورة دي رجعت مصر كتلة واحدة ومجتمع واحد؟ الثورة دي رجعت مصر كتلة واحدة ومجتمع واحد دي من قبل 30 يونيو. من قبل 30 يونيو لما بدأت الناس تحتشد، ابتدت الناس تتكلم مع بعض تقول ان احنا مش هنسكت على اللي بيحصل في بلدنا. زي ما حضرتك قلت، التيارات المختلفة اللي حاولوا ان هم يقسمونا ليها والمسميات المختلفة اللي حاولوا يقسمونا بيها كلها توحدت عشان تنزل وتقف قدام الجماعة الإرهابية وفكر الجماعة الإرهابية، وانها تقول لا احنا مصر دولة وسطية اسلامية وسطية، دولة تحافظ، احنا بنحب البعض، الشعب المصري بيحب الشعب المصري كله، مفيش طبعا اي خلافات، مفيش اي، الا الجماعة الارهابية اللي بتكره الدولة المصرية نفسها، بتكره مصر، بتكره ارض مصر، بتكره شعب مصر. لهذا السبب هم حاولوا ان هم يبسوا الفتنه ويخلقوا الازمه ويخلقوا الازمات داخل الدوله المصريه، وهو ده اللي احنا شفناه برضو بعد يوم 30 يونيو لما بداوا يخرجوا على المواطنين بالسلاح ويبتدوا يهاجموا المواطنين بالسلاح ويبتدوا يعملوا التفجيرات، وابتدت الجماعه الحرب على الارهاب داخل الدوله المصريه. الشعب المصري كله اتحد، الشعب المصري كله تحالف من اجل انهاء هذا الحكم فورا بعد سنه من محاوله، وكانوا هم جماعه الاخوان الارهابيه في السنه دي كانوا مستعجلين بشكل كبير جدا ان هم يخلقوا الازمات، ان هم يوصلوا للمناصب داخل الدوله. اعتقدوا للحظه ان الشعب المصري ده مش هيتحرك، مش هيقوم، مش هيحافظ على دولته، لا، الشعب المصري اتحرك، الشعب المصري حافظ على هويته، الشعب المصري حافظ على بلده كمان طبعا من محاولات التقسيم اللي كانوا هم بيخططوا ليها وكانوا بيتحالفوا مع الغرب لتنفيذها عشان يفضلوا اكبر مده ممكنه في الحكم. زي ما كان كان في، اذا سمحت لنا استاذ جميل، برضو وجهه نظر ان هم كانوا مستعجلين جدا على اخوانه الدوله المصريه ومؤسساتها علشان هم عارفين ان هم اقليه في هذا المجتمع واقليه بشكل كبير كمان، وان هم جم في غفله من الزمن الى الحكم، وبالتالي كانوا بيحاولوا يحافظوا على وجودهم في الحكم لاطول فتره ممكنه. الحمد لله ربنا ما يرجعها ايام. كل سنه وحضرتك طيب والشعب المصري كله طيب يا رب. عفوا، طيب وبخير دايما. الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ جميل عفيفي، الف شكر لحضرتك على وجودك معنا عبر الهاتف، مدير تحرير جريده الاهرام.